الجمهوريه لو سالتهم قبل لقاءات النهارده كان اجاباتهم هتخليك كده تحس بحاله مريبه وتحس ان الناس دي عايشه في عالم لوحدها. يعني لو سالت جمهور مانشستر يونايتد النهارده هتعملوا ايه مع بلديه اسطنبول بعد الفوز على ليزبيك وبعد الفوز على باريس سان جيرمان، هيقول لك هنتغلب عادي جدا وخدها مننا، ده احنا عارفين سولوتشار وعارفين الفريق. فتقول لهم يا عم اتغلب، وانتوا بتقولوا ايه؟ ايه الكلام اللي انتوا بتقولوه ده؟ وتلاقي فعلا يونايتد اتغلب، ده الجمهور فاهم الفرقه اكتر من المحللين واكتر من كل الناس. ولما تسال جمهور برشلونه هتعملوا ايه يا جماعه قدام دينامو كييف النهارده، هيقول لك هنكسب بس هنوريك 90 دقيقه شويه ملل يخليك تكره حياتك وتكره دنيتك كلها. تقول لي يا عم شويه ملل ايه ده، انت هتعمل سكور عليهم باللعيبه يعني على قدهم، وغير كده الفرقه بتعاني من حالات كورونا كتير، فطبيعي يعني انك تيجي تعمل عليهم سكور في الكامب نو. اقول لك لا، انا عندي يقين ان تير شتيجن هيكون نجم المباراه، انا عارف فرقتي يابا. وهي دي المشكله ما بين الناس اللي بتتكلم في الكوره بواقعيه والناس اللي بتتكلم في الكوره عشان خاطر تلم لايكات وفيديوهات. بالمناسبه يعني انا برضه عايز الم لايكات وفيديوهات، جت عليا انا وهتقفل يعني، انا ممكن اسمح انا في الشخص الحاجه يعني لو عملت لايك او عملت سبسكرايب، مش هقول لك بتاع تكتيك بقى عشان خلاص يعني برشلونه كده كده 4 2 3 1 دلوقتي. كنا بنتكلم على ان كيكي عنده 4 3 3 وبيغير في الخطط كتير، وان فالفيردي راجل يعني بسم الله ما شاء الله كان نمطي بطريقه غير عاديه. احنا عندنا رولوكوما عم بيلعب بال 4 2 3 1 والنهارده عامل حسابه ان هو يلعب دينامو كييف، فانا مش عايز احط لعيب زي كليمون لانجلي مساك تاني، انا هحط فرانك ديونج بحيث ان ديونج برضه تعرف يبني من تحت وبرضه هيزيد في الحالات الهجوميه. يعني احنا مش عايزين ندافع، احنا قدام دينامو كييف ندافع ايه يا عم؟ احنا بسم الله ما شاء الله الايقاع بتاعنا عالمي وبنحاول ان احنا ندي للفرقه دفعة معنوية ان احنا نكسب سكور. طب يا راجل دفعة معنوية ايه؟ طب هو الوضع بتاع الفريق حاليا يعني بعد التعادل الاخير في الدوري قدام ألافش يعني يديك وضع ان احنا فعلا ممكن ندي اللعيبه راحه، ولا احنا محتاجين برضو شويه ثقه من اللي هم مستنيينهم يجي من اول الموسم دول؟ بس عادي. المشكله بقى بالنسبه لنا جمهور برشلونه ان احنا كنا عارفين ان الموسم ده هيكون صعب جدا جدا جدا، مشاكل اداريه، كابتن فريق ملوش مزاج ان هو يلعب، ونجم الفرقه كمان وهو يعني هو كابتنها يا ميسي، الموضوع بالنسبه له ضايع خالص. فكنا عارفين ان الموسم ده ربنا يقدرنا ويعدي على خير، بس لما دخلنا جوه تفاصيل الموسم بصراحه الوضع متعب، والوضع فعلا متعب جدا ليك كبرشلونه انك تتفرج على الفرقه بتاعتك بالوضع الحالي، اللي هو انت جبت جون في اول دقيقه النهارده ضربه جزاء. ميسي ما بيبقاش بيجيب اي اهداف غير من ضربات جزاء علشان خاطر قلنا قبل كده يا جماعه في مصلحه برشلونه ومصلحه ميسي ان ميسي يمشي، ما ينفعش يقعد. السنه الجايه هتلاقي ان هو ما عندوش اي حماس ولا عنده اي دافع ان هو يلعب. تقول لي لا، ميسي اول ما ينزل ويلاقي الفرقه ماتشين ثلاثه كده هيسخن مع الفرقه. طب خلاص ادينا نزلنا وميسي لا سخن ولا عمل اي حاجه، واكتشفنا برضو عندنا مشكله في العمق الهجومي، برضو جريزمان لعيب فاشل ما ينفعش ان احنا نعتمد عليه. لا معلش، اديله فرصه وخليه يلعب في المكان اللي هو بيحبه، اللي هو ايه بقى؟ اديله يلعب ناحيه اليمين، لعب ناحيه اليمين فشل، طب اديله ناحيه الشمال، لعب ناحيه الشمال فشل، طب اديله مهاجم سريع، لعب مهاجم سريع برضو فشل. بس عادي يعني، هو جريزمان كده يعني هيجيب مستواه اللي هو في ناس صعب عليها ان جريزمان فشل في برشلونه. يا جماعه مارادونا فشل في برشلونه، يا جماعه ريكيلمي فشل في برشلونه، جريزمان برضه فشل في برشلونه، مش عيب. العيب كله ان احنا نقعد نضحك على نفسنا زي ما بنحاول دلوقتي ان احنا نقول ان الفرقه بدات تتقدم والفرقه بدات دي ماتشات تأديه واجب. على فكره الماتشات اللي احنا بنلعبها دلوقتي في المجموعه ماتشات تأديه واجب حرفيا، يعني احنا كده كده الماتشين اللي احنا بنلعب فيهم كوره ماتشات يوفنتوس، انما غير كده احنا لينا يلا نعك شويه مع دينامو كييف، يلا نعك شويه مع الفرقه الرابعه اللي احنا مش عارفين اسمها، يلا يا عم نعك نعمل اللي احنا عايزينه. احنا كده كده ايه، ماتش التهديد واجب، انا بحث في موضوع الاقصائيه عادي بقى، مفيش جمهور ودي بالنسبه لنا مريحه. النهارده تير شتيجن يبقى نجم المباراه، ما تفهمش ازاي، وازاي تير شتيجن بيروح عليه انفرادات وبيطلعها تير شتيجن، الناس كلها كانت بتقول لك ازاي عايز يجدد عقده في المبلغ اللي هو طالبه ده، ده مش ناس الثمانيه، ده بيعمل وبيسوي وناشئين السنتين ثلاثه اللي فاتوا اللي تير شتيجن وميسي كانوا نجوم الفريق. النهارده تير شتيجن بيقول لك انا برضه لسه نجم الفريق يا عم الحاج، مش اي حاجه اتغيرت، غيرت لي مدرب، غيرت لي لعيبه، انا برضه نجم الفريق. ليه؟ علشان خاطر الموضوع كله موضوع منظومه، الموضوع كله موضوع ان اللعيبه دي محتاجه تتنسف تماما، ومحتاج ان انت تبدا على نظيفه. تقول لعيبه ايه؟ ما احنا غيرنا تغييرات كتيره في الفرقه. اقول لك للاسف لسه مركز القوه زي ما هي، لسه بيكي موجود زي ما هو. بيكي جاب جون كويس النهارده الهدف الثاني، بس بيكي واحد من ضمن الاسباب الشواعي الدفاعيه الموجوده في الخط الدفاعي. جوردي الب برضه محتاج تغيير عشان خاطر ربنا يبقى يكرمه ويروح يعمل عمليات تجميل في شعره كتير، ومحتاجين ان احنا ندي سيرجينو ديست، ومحتاجين كمان
ندور على حته يعني مناسبه لبوسكيتس ان هو يبطل فيها كوره، عشان خلاص الراجل بقى متعب جدا. يعني كان مفترض ان فرانكي ديونج وميرلين بيانيتش بيدوا سرعه نوعا ما في نص الملعب، لعيب سريع ولعيب بطيء وعنده خبرات زي ميرلين بيعرفوا يعملوا، نص ملعب متماسك يعني، ونص ملعب بيكون في خصائص مختلفه. انما لما تلعب لي بوسكيتس وميرلين، يخرب بيت ام البرود اللي هتلاقيه طالع من الكوره بتاعت نص الملعب، ممكن تلف على الملعب كله وما تاخدش خط امامي، هتلف بالعرض بس. طيب احنا فرقه متاح ليها ان احنا نلعب عرضيات؟ ما قلنا لك ما عندناش مهاجم مركز تسعه يا ابني من اول الموسم، انت هتفوضه علينا ليه يا ابني؟ بس عادي زي ما قلت لك، دي ماتشات بالنسبه لنا تحصيل حاصل، واهم حاجه ان احنا نكسب. اداء بقى ومش اداء، الله خلاص ما تفكرناش يا ابني، ما تحزناش يا ابني على الوضع اللي احنا وصلنا له. والله احنا كنا زعلانين مع فالفيردي، كنا بنقول والله دي مش الهويه بتاعتنا، فالفيردي بيضيع على الهويه، اللي هو ما بقاش في ام هويه ولا بقى في اي حاجه خالص، واهم حاجه ان انت تبقى طالع بالثلاث نقط. حتى النهارده بتلعب فرقه ضايعه عادي، بيجيب فيك هدف، بتلاقي ان كل كره عاديه بياخدوها مننا عادي، كروس الضربه الركنيه بتلاقي ان انت لبسته هدف وبعد كده مستني ان هو يتلغي عشان خاطر الكره لفت من بره، كل كره ركنيه حرفيا بياخدوها مننا عادي 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 عادي. احنا جمهور حرفيا بعد الثمانيه بتاعت بايرن ميونخ خلاص مش عندنا اي 30 مشكله ان احنا نخسر، بعيد عنك بقى عندنا تنحنا احنا كجمهور يا راجل، ما بالك اللعيبه، عشان بقول لك هي المنظومه كلها محتاجه تتفور، ده حتى الجمهور دلوقتي احتمال يفورونا مع الفرقه. والله الكلام على برشلونه بدا يبقى متعب لينا كلنا، فكفايه كده عشان خاطر الواحد خلاص تعب، وكلها ماتشات تحصيل حاصل واحنا بنحصل كده الماتشات. ما تعمل لايك، هي كده كده خربانه، هي جت عليا.